لأوكرانيا وأكثر بالنسبة لروسيا؟ يعني أثار هذه الحرب إنسانيا تعيسة للغاية، الضحايا وما نراه يوميا من إصابات وقتلى من هذه الحرب. فندعو يعني كباقي المجتمع الدولي بمناشدته إلى أن تنتهي هذه الحرب في أقرب فرصة ممكنة، ويجب أن تتم العودة لموائد المفاوضات وأن تحسم هذه الحرب سلما، أو المشكلات تحسم سلما، لأن نهاية كل الحروب والمعارك هي العودة إلى مائدة المفاوضات. أما تداعياتها الاقتصادية فهي سيئة للغاية، أولا فيما يرتبط بمعدلات النمو الاقتصادي التي كانت مهددة حتى قبل هذه الحرب بسبب مشكلات خاصة بسلاسل الإمداد، بمشكلات خاصة بحركة التجارة الدولية، تداعيات صحية متزايدة في بعض الأماكن لأن الجائحة لم تنتهي بعد، الناس تتصرف وكأن الجائحة انتهت رسميا. إلى الآن منظمة الصحة العالمية لم تعلن عن نهاية هذه الجائحة، وما زلنا نتابع في بعض الصحف الآسيوية عن وجود مشكلات، زيادات أيضا في الإصابات في عدد من المدن الأوروبية، وربنا يسلم من هذه الجائحة وتداعياتها السلبية الاقتصادية. هذه الحرب تذكرنا بما كان عليه الأمر في 2007-2008 عن مشكلات الثلاثة مرتبطة بزيادة أسعار الغذاء وقلته في بعض الأماكن، المشكلات المرتبطة بالطاقة وزيادة أسعارها وعدم توفرها في بعض الأماكن أيضا، والمشكلة الثالثة التي كانت تهددنا حتى قبل كورونا ومشكلتها زيادة المديونية الخارجية عالميا خاصة على الدول الأقل دخلا والدول المتوسطة الدخل. هذا يتطلب أمرين، أولا أنه على مستوى كل دولة تقدر أن لديها مشكلات في ميزان المدفوعات وتتقدم للمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، عليها أن يعني تجد الاستجابة السريعة المطلوبة لهذه الطلبات. وإحنا في منطقتنا العربية كما هو معلوم عندنا لبنان من فترة يعني سابقة متقدمة لهذا الطلب بأن تكون لديها برنامج مع الصندوق، وازدادت الحاجة له حتما مع تأثر لبنان بزيادة أسعار المواد الغذائية والوقود أيضا. عدد من الدول العربية الأخرى تأثرت، المستوردة للغذاء وأيضا المستوردة للوقود، وكان منها أيضا حالة مصر تقدمت رسميا بطلب لعمل برنامج. في حالة البلدين هناك مفاوضات على المستوى الفني وبعد الانتهاء منها سوف يعلن عنها قريبا، ولكن إلى الآن هناك مفاوضات فنية وأيضا مشاورات مع الوزراء في حالة لبنان. في حالة مصر كما أعلن أنه بدأ العمل في البرنامج، وده بيحتاج إلى قدر من التجهيز الفني بالبيانات المطلوبة، وكان اليوم كان في مناسبة يعني جلسنا فيها مع مديرة الصندوق، وكان معالي وزير المالية المصري موجود، وكان في تفاهم جيد حول ما هو مطلوب بالنسبة لهذا البرنامج، ولكن من المبكر الإعلان عن أي تفاصيل بشأنه. فهنا ده أول استجابة أنه بالنسبة للطلبات التي تأتي من دولة بعينها تحتاج إلى برنامج مع الصندوق. الأمر الثاني وده جدير بالنظر فيه ومن خلال حضرتك وأنا عارف حجم المتابعة لبرنامجكم، أنه من الوارد أثناء الاجتماعات الربيع القادمة في خلال الأسابيع القادمة أنه عدد من الدول الأقل دخلا والدول متوسطة الدخل تطالب ببعض المبادرات المماثلة لما قام به الصندوق في أعقاب الإعلان عن الجائحة في مارس 2020. تتذكري حضرتك أنه حدث بعض المبادرات المهمة، منها تقديم آليات تمويلية سريعة بنسبة معينة من حصص الدول في الصندوق، وهذا من شأنها استخدامها بشكل عاجل وسريع للتعامل مع هذه التحديات الثلاثة الكبرى، الوقود. تتحدث عن الدول العربية دكتور؟ هذا على مستوى العالم، يعني أتصور أنه حيبقى في مطالبات ليس فقط من دول عربية ولكن من الدول الأقل دخلا والدول متوسطة الدخل، إن اللي عندها مشكلات مع الغذاء، مشكلات مع الوقود، أو مشكلات مع التحديات المالية والمديونية الخارجية، أو هم الثلاثة. في عدد من الدول عندها الثلاث مشكلات متزامنة في وقت واحد كما رأينا من قبل. هناك حلول لكل هذا، ولكن تحتاج إلى مساندة عجلة من المؤسسات المالية الدولية وعدم تردد من الدولة المعنية التي ترى مشكلة إنها تبادر بطلب المساعدة، سواء كانت مساعدة فنية أو مساعدة مالية.
أسألك عن دول الخليج، لأنه إحنا شايفين مع هاي الأزمة صار في وفرة بأسعار النفط، اقتربت من 120 دولار. هل ما زلنا منتوقع أنه أيضا تتأثر الدول الخليجية رغم هذا القفزة بالأسعار؟ وهل ممكن نتوقع تخفيض يعني معدلات النمو من قبل الصندوق؟ يعني إحنا نتكلم عن دول مجلس التعاون الخليجي، كل دولة على حدة لها اعتبارها ولها مجالات الاستفادة من تغيرات الأسعار بالنسبة لتحقيق التوازن في موازناتها العامة. بعضها يحقق فائض توازني عند أسعار لبرميل بترول أقل من غيره. أيضا هناك مشكلة يدركها وزراء المالية، أنه كل من تحدثنا معهم من الخبراء أيضا يقول ان احنا مش بالضروره نكون سعداء بهذه التقلبات الشديده في الاسعار. شكلها ايوه ممكن تحدث نوع من انواع الزياده الكبيره في الايرادات، ولكن مع تقلب شديد في الاسعار هذا لا يستطيع معه ضبط الموازنات بيسر، زائد انه بيبقى لها تداعيات ايضا على امرين، على اسعار بعض السلع والخدمات داخل حتى الدول المصدره للبترول ان كان عندها طبعا الامكانيه المسانده. الامر الاخر وهم ايضا واعون له ليس فقط وزراء الماليه ولكن في اطار الحكومي، ان هذه الدول جميعا كانت مجتهده في عمليه تنويع مصادر الإيرادات وزيادة النصيب للقطاع غير النفطي، وشفنا أرقام مهمة من دولة الإمارات، من المملكة العربية السعودية، من قطر، من باقي الدول، بتكلم يعني عمان والكويت والبحرين، يتكلموا على زيادة النصيب النسبي للقطاع غير النفطي، زيادة فرص المشروعات الأكثر كثافة للعمالة، الاهتمام بمشروعات جديدة تهتم بالتقنية المالية العالية أو تستخدم حلول رقمية، مجالات المشروعات تعمل فيها النساء والفتيات بقدر عالي من المهارة والتنافسية. الخوف مع زيادة أسعار النفط أنه وتيرة الإصلاحات تقل. أنا أقول هذا على سبيل المتابعة لما حدث في عدد من الدول الأخرى عندما تحدث لها مثل هذه الزيادات في أسعار الخامات والصناعات الاستخراجية. لا، يجب أن نعلم أنه الزيادة الحادثة الآن هي زيادة مؤقتة، ولحسن الحظ الدول العربية الخليجية عندها هذه الصناديق السيادية التي تستخدمها بكفاءة في مسألة إحداث التوازن عبر الوقت وتيسير التعامل مع الفوائد من خلال زيادة فرصها في الاستثمار، خاصة أن عدد من استثماراتها أيضا مع كل هذه التقلبات الدولية في الخارج، سواء كانت استثمارات مباشرة أو استثمارات في الأسواق العالمية، ممكن تكون قد تأثرت بالسلب بسبب هذه التوترات التي نراها في الأسواق. إذن وجود حالة الحرب يعني إنسانيا مسألة تعيسة للغاية، اقتصاديا غير مرحب بها، الاستفادة بها مؤقتة للغاية وضررها أكبر من نفعها على المدى المتوسط والطويل. صندوق النقد رح يخفف الشروط اليوم بكل المفاوضات، يعني احنا عارفين في مفاوضات مع لبنان، مفاوضات مع مصر، مع تونس، الآن جميعها ينتظر التمويلات. دكتور يعني كيف رح تتصرفوا؟ هل كل بلد لديه شروط اليوم، أم ممكن نقول بما أنه الوضع يعم الجميع فهي ستكون بنفس الطريقة للشروط اللي رح يتطلبها الصندوق؟ بما يعم الجميع، هذا ما رأيناه في حالة المبادرات التي تمت في عام 2020 بإتاحة وسائل التمويل العاجلة والسريعة اللي اتكلمنا عنها. ده عند الطلب وفقا لحصتك في الصندوق بتاخدي قدر من التمويل، لأن دي جائحة عالمية مست الكفة. في حالة الطلبات المحددة لكل دولة، كل دولة لها فريق عمل متخصص، وفكرة المشروطية لم تكن يعني مرحب بها في أي وقت، ولكن هي الآن لا نقول عنها باعتبارها مشروطية، ولكنها شروط للالتزام بالتعهدات التي تقدمها الحكومات طوعا للاستمرار في التوازن المالي، في إصلاح السياسات النقدية، في إيجاد المرونة الواجبة في الاقتصادات المعنية. وهذه شروط للصالح وليست شروط ضارة. لم نعد، وهناك درس مهم يعني، وحتى مديرة الصندوق بتقول ده من شوية، إنه it is not your father's or grandfather's international monetary fund. لم يعد الصندوق كعهد الصندوق مع الآباء أو الجدود. في وقت من الأوقات كان صندوق النقد الدولي كان في هناك نوع من أنواع الشروط
غير المقدرة للأوضاع الاقتصادية، غير المقدرة للأوضاع السياسية، ناهيك عن البعد الاجتماعي. الآن هناك قدر أعلى من التفاهم، وفي قدرة أيضا تفاوضية عالية من ناحية من يجلس على مائدة التفاوض مع الصندوق. المطلوب هو أن تحقق الدول التي تلجأ لصندوق النقد الدولي التوازن المالي المطلوب بأقل ضرر على المجتمع وبزيادة في فرص تحقيق التوازن للموازنات العامة للدول، حتى لا تزيد معدلة التضخم فتؤثر على الأقل دخلا والأكثر تضررا، حتى لا يتدهور معدلات النمو فتتأثر معدلات البطالة بالزيادة أو التشغيل بالنقصان. يعني هناك ما يدرك هذا الأمر بأنه يجب أن يكون أيضا التعامل مع الصندوق. لا، التعامل مع الصندوق في حد ذاته ليس كافيا، هو ضرورة، ولكن ما يكفيها هو زيادة ضخ الاستثمارات وعدم الاعتماد على مزيد من الاقتراض، الاستثمارات العامة والاستثمارات الخاصة فيما يحقق فوائد للتشغيل، والتقليل بقدر أكبر من الاعتماد على القروض. سؤال أخير، بند الأجور هل سيمس؟ لأنه إحنا في بعض الدول مثل تونس مثلا اليوم بند الأجور عليه مشكلة اليوم ضمن الإصلاحات اللي عم يقدمها صندوق النقد، هل يمكن أن يتم التنازل عن بند الأجور دكتور محمود؟ هو في كل دولة هناك عدد من المطالب، يعني ما قد يطلب من حالة تونس مش بالضرورة يطلب من حالة دولة أخرى، ولكن هنا بنرجع تاني للوضع التفاوضي للدولة المعنية في هذا الشأن، وإذا كان هناك أثر سلبي من هذا البرنامج فيجب أن يوضح، ليس فقط باعتبار أنه هناك فقط أعباء اجتماعية في الأجل القصير، ولكن قد يكون البرنامج نفسه محتاج مراجعة فنية من شأنه الاقتصادي أيضا، وهذا ما ندعو إليه الفرق المتفاوضة، وأنا أمثل الجانب الذي يفاوض الصندوق، لست في طرف الصندوق لكن الطرف الذي يساند الدول التي تتقدم بمثل هذه الطلبات، سواء كانت الدول العربية أو حتى نساند الدول الإفريقية والدول النامية والدول ذات الدخول المتوسطة والأقل دخلا، هذا نتعاون مع بعضنا البعض حتى نستطيع تقديم الأفكار والدعم الفني للدول التي تتفاوض مع خبراء الصندوق. وفي مثل هذه الجائحة، سواء كانت جائحة صحية أو مشاكل بالحرب أو تداعياتها، هناك قدر أعلى بكثير جدا من التفاهم لهذه الأوضاع التي تمر بها البلدان، ولمثل هذا وجدت المؤسسات الدولية أن تكون معينا لأعضائها وليس ولا تكون عونا عليها. ومع كل هذه المشكلات إحنا نحتاج إلى قدر من المساندة المالية والتعاون الفني، ولكن يبقى كل هذا، بأكد مرة أخرى إن كل هذا يعتبر في إطار الحلول العاجلة المؤقتة الأثر التي يجب أن تدعم باستثمارات ضخمة، زي ما كنا بنتكلم في الجلسة اللي حضرتك أدرتيها، استثمار في البشر بالتعليم والرعاية الصحية، استثمار في البنية الأساسية والتكنولوجية، واستثمار في قدرتنا على التعامل مع كل هذه الصدمات التي يتعرض لها العالم. هذا ما يبقى ويعين المجتمعات والاقتصادات للتعامل مع كل هذه الصدمات التي نتعرض لها بشكل متكرر. نشكرك دكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي على وجودك معنا.